أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن كتاب تحرير الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. سبق في مواطن متعددة الحديث عن الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام راء. والملخص في ذلك نذكر به أن لسان حال القرآن يتحدى البشر. إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن من صنع محمد وليس من عند الله، فهذه الحروف التي يتكون منها القرآن، الألف واللام والليم، والميم والكاف وهاء عين صاد، تستعملونها، فألفوا مثل هذا القرآن إن زعمتم أنه من صنع بشر. كتاب أنزلناه إليك، الكتاب هو القرآن. هذا القرآن أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الهداية والإيمان. كقوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده الكتاب فيه آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. عدة آيات في كتاب الله تحدثت عن الظلم، عن الكفر بأنه ظلمات، وعن النور بأنه الهداية والإيمان. وذلك لأن الكفر أنواع، الشرك نفسه يعني طاعة غير الله أنواع، فهذا يطيع أهواءه، وهذا يطيع الشيطان بشكل مباشر، وهذا يطيع اليهود بشكل غير مباشر، وهذا يطيع فلان متقمصا من وراء صنم أو شعار، والطاعة تكون لغير الله. فأنواع الكفر كثيرة، ولذلك عبر عنها بالجمع لتخرج الناس من ظلمات الكفر المتنوعة إلى نور الهداية والإيمان بالله الخالق والتحرر من العبودية لغيره من الآلهة. ولذلك قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أي بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن أحد من الناس رغم أن في الله عاش لله، لأن كل شيء في الوجود يحصل ويحدث بإرادة الله. ولذلك ختمت الآية بأنه هو العزيز الحميد المحمود. الذي يكفر لا يكفر غصبا عن الله، لا، يكفر بعلم الله بكفره، ولكن لم يجبره الله على الكفر، إنما خلقه الله صالحا لأن يختار طريق الخير أو طريق الشر. فالله هو الذي خلقه يستطيع أن يختار، ما أجبره على الاختيار بإرادته الحرة، ولكن اختار هذا واختار هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل داعية إلى دين محمد تعمل بهذا الكتاب وتخرج الناس بهذا الكتاب من أظلمات الكفر بإذن الله إلى طريق العزيز الحميد، العزيز الممتنع الذي قوته لا يغلبه شيء، الغالب الذي لا يغلب،
الحميد المحمود في ذاته وصفاته وفي أفعاله، بينما المخلوق ليس محمودا في كل شيء. فالله حميد أي محمود في ذاته وصفاته وأخلاقه. ما هو صراط الله؟ من هو العزيز الحميد الذي يخرج الكتاب الناس من الظلمات إلى النور؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. تخرج الناس من الظلمات إلى العزيز الحميد، إلى صراط الله. صراط العزيز الحميد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. اللام في اللغة العربية لام له يسمونها لام الملك. تقول هذا البيت لفلان أي ملكه، والمالك طبعا يتصرف في ملكه كما يشاء. الذي له ملك السماوات والأرض، ملكا وتصرفا وخلقا وإيجادا وإعداما، فهي ملكه يتصرف فيها كما يشاء. جاء بعدها قوله تعالى وويل للكافرين. ما علاقة أن الله يملك السماوات والأرض بويل للكافرين؟ المالك يا إخواني يتصرف بملكه، ومن حقه أن يتصرف بملكه. إذا كنت تملك سيارة فمن حقك أن تقودها، ومن حقك أن توقفها، ومن حقك أن تبيعها، من حق تفعل فيها ما تشاء، ملكك. فهل يجوز لي أو أنت تسمح لي أن أخذ سيارتك واستعملها، وعندما تفلغ بنزين لك تعال حط بنزين، تحتاج تصليح تعال صلح، يلا لك تعال صلح، هل تقبل بهذا؟ لا، اللي خير السيارة ملكي أنا بدي أستعملها أتركها. أيضا إذا كان الكون كله ملكا لله فينبغي أن يكون كل ما في الكون خاضع لله. كل ما في الكون خاضع لله، والإنسان أيضا عبد لله، ولكن أعطى الله الإنسان والجن حرية الاختيار بين الخير والشر ضمن إرادة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله يملك كل شيء والإنسان، إذن على الإنسان أن يطيع الله ويتحرر من الطاعة لغيره. هذا هو العلاقة بين ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهما. ما في السماوات وما في الأرض ملك لله. وجاء بعدها وويل للكافرين، الكافرين الذين كفروا بأنعم الله وكفروا بعظمة الله فأطاعوا غيره وتركوا طاعته. ويل أي عذاب شديد في نار جهنم، الذين كفروا وكذبوك يا محمد وكذبوا بهذا القرآن الذي أنزل عليك. وويل للكافرين من عذاب شديد. آيات متعددة تتحدث أن الله له ملك السماوات والأرض، منها قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. عندما قال ربنا تبارك وتعالى وويل للكافرين من عذاب شديد، بيّن لنا من هم، من المقصود بهؤلاء الكافرين، ما هي صفاتهم حتى نعرفهم. فوصفهم بصفات ثلاث، فقال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فالصفة الأولى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يختارون الحياة الدنيا الفانية ويؤثرون لذائذها الزائلة على الآخرة الباقية ونعيمها. هل معنى ذلك أنهم ينبغي أن يتركوا الحياة ما يأكلوا ولا يشربوا ولا؟ لا لا يا أخي، لا. يؤثرون الحياة الدنيا أي الوصول إلى أهوائهم وشهواتهم، مخالفين بذلك أمر الله، مفسدين في الأرض. الله خلق الإنسان والكون والحياة، وخلق الأرض والسماوات للإنسان، وطلب منه أن يسلك سلوكا معينا يطيع فيه الخالق ويتحرر عن المخلوق ليعيش سعيدا في هذه الأرض، ويعيش الناس أيضا معه سعداء. فعندما يكون عبدا لأهوائه وشهواته أو عبدا لمخلوق مثله يطيعه في غير طاعة الله، كل معصية لله فساد في الأرض، فهذا يفسد في الأرض. فهذا الذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، يؤثر أن يحصل ما يريد،
من خضوع وتبعية للمخلوق من أجل أن يحصل شهواته ومصالحها بالحرام، أو تسلط على عباد الله من أجل أن يستعبدهم وهم عبيد لله وليسوا عبيدا له، حتى يقضي منهم مصالحه وجبروته وعزته، والعزة لله جميعا. فهؤلاء الذين يؤثرون الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية ونعيمها، أي لا يستعملون أهواءهم وشهواتهم بالشكل المعقول الصحيح. أضرب لكم مثلا، الأطفال الصغار يا إخواني يصنعون لهم دواء سعال أو دواء التهاب أو أي دواء كان، يضعون فيه عسل أو يضعون فيه أشياء حلوة لذيذة حتى يلتز بها، فيشرب الطفل هذا الدواء، فأمه تعطيه كما يأمر الطبيب ملعقة صغيرة صباحا، ملعقة صغيرة مساء، ملعقة صغيرة ظهرا، 3 ملاعق في اليوم. فإذا جاء هذا الطفل الجاهل ورأى أن الدواء طيب، فقال هاتي الدواء، فأخذ الزجاجة وأخذها كلها، ألا يؤذي نفسه؟ طبعا، ربما مات، ربما أدركوه في المستشفى بغسيل معدي. أيضا الإنسان، الله هو الذي خلق فيه هذه الشهوات، ولكن خلقها لتؤدي مهمة معينة تحقق الصلاح له وللمجتمع. فإذا فضل هذه الشهوة على كل شيء وراح وراءها عبدا، أضاع نفسه وأفسد مجتمعه. ولهذا قالوا كل معصية لله فساد في الأرض. إذن اختيار الحياة الدنيا على الآخرة ليس معنى ذلك ترك الدنيا نهائيا، لا، خلق الله الإنسان في الدنيا ليستفيد منها ويعيش بها، ولكن العمل في الدنيا يكون ضمن حدود لا يكون فيه الإنسان مطيعا للأهواء والشهوات من أجل تحقيق لذات دنيوية، وينسى أنه محاسب ومسؤول في الآخرة ليس فقط في الدنيا. الصفة الثانية للكفار، وويل للذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. إذن أول وحدة فضل الدنيا على الآخرة، ثاني صفة يصدون عن سبيل الله، الصد المنع، أي يمنعون الناس من طاعة الله. كما ترون الطواغيت الآن والمجرمون في خارج بلادنا وفي داخلها يحاولون أن يتسلطوا على المؤمن ويمنعوه من طاعة الله ليطيعونهم بشكل إرهابي كما سيمر معنا في الآيات القرآنية، ويسمون المسلم إرهابي وهم جماعة. وهذه حرية اشتراكية عندهم، هنا حرية، هي حرية، حرية القتل والتدمير وسالة الدماء. هؤلاء سبقوا الشياطين، شياطين الجن، ويصدون عن سبيل الله، أي يمنعون الناس عن اتباع دين الله. والصفة الثالثة ويبغونها عوجا، بغى يبغي، طلب يطلب، أنا أبغي هذا يعني أريده وأطلبه. يبغونها عوجا أي يطلبون لملة الإسلام وأتباعها زيغا وميلا عن الاستقامة. الآية القبلة يصدون عن سبيل الله يمنعون، الفقرة القبلة، الصفة القبلة يبغونها، يصدون عن سبيل الله أي يمنعون الناس أن يطيعوا الله بشكل مباشر أو غير مباشر. الصفة الثالثة يبغونها عوجا، يعني يبغون صرف الناس عن الدين بشكل معوج. أضرب لكم مثال، أحد الأساتذة اللي كان يدرسوا الدين بس غير الإسلامي، دين اشتراكي، كان يقول للطالبات الدنيا حر، لماذا أنتم يعني تزرون ثيابكم وتلفوا حالكم، كشفوا عن صدركم، افتحوا عن إيديكم. فقالت له إحدى الطالبات اطمن يا أستاذ، إحنا منا حرانين، لأنه ما يقي الحر، ما يقي القر يعني البرد، يقي الحر بس يظهر أستاذ العقل، أستاذ مشوي. فهذا الأسلوب مثلا يبغي عوجا، يعني بأسلوب معوج ليحرق، ليصرف البنات عن طاعة الله في الحجاب. هذا مثال واقعي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى عطى الوضع العام لهم، ليس في هذه الجزئية، في كل جزئية يبغونها عوجا، فيحاولون
أن يجعلوا أهل الإسلام يزيغون ويميلون عن الإسلام، إما بالإرهاب التقتيل والظلم والتجسس عليهم وإزعاجهم وإحراجهم، وحتى لو احتاج الأمر أخذهم إلى أقبيط التعذيب وضربهم حتى الموت حتى يخافوا ويطيعوا الطواغيت، أو بالتحريش والإغراء، يغروا هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، هؤلاء مسلمين معتدلون، هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا، حتى المسلمين يقتلوا بعضهم وهم من يستفيدوا من هذا الفعل، هذا بالتحريش والإغراء بينهم، فتختلف كلمة المسلمين وتذهب شوكتهم وتضيع قوتهم واختل أمر دينهم كما نرى. وأحيانا بالكذب، يكذبون مثل ما إبليس كذب على سيدنا آدم، قال له أنا أنت إذا ما أكلتنا الشجرة ما تكون خالد، فالله منعت لكم مشان ما تكون خالد تموت، ما صدقوا، حلف يمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فما تصوروا أن واحد بيكذب على الله؟ نحن الآن نعرف أن الناس في منهم كثير كذابون، ومع ذلك نسمع من وسائل الإعلام الكذب وبعضنا يصدق. ذكرت لكم أنني استدعيت إلى الأمن مرة، وضابط هناك نصيري يقوم ويقعد ويقول وسائل الإعلام تكذب، نحن ما في عنا شيء، ونحن كذا، وهدول يضعون من كرتون أبني هيك رسوم وما أعرف إيش، ويقف الناس حوله وصفقه يقول المظاهرات ما في شيء. وأنا بعيني أرى أن الشباب والناس مجموعات كثيرة عندما تخرج من المساجد تقول الله أكبر ويطلق عليهم الرصاص، أمامنا يقع الشباب على الأرض ميتين وجرحى، قال ما في شيء. هذا أسلوب من أساليب العوج، لف الدوران والكذب. فالمؤمن فهمه الله الواقع وعرفه فيفهم معنى قوله تعالى ويبغونها عوجا، أولئك أي المتصفون بهذه الصفات الثلاثة، الذين يحبون ويختارون الحياة الدنيا على الآخرة، والصفة الثانية يصدون ويمنعون الناس عن دين الله، عن الاستقامة وأمر إطاعة أمر الله، والصفة الرابعة يبغونها عوجا بالكذب والدجل، مثل ما تشوفوا في كل المناطق اللي فيها حكم عسكري أو ديكتاتوري، يقتلون الناس يقولوا ما في شيء، هذول إرهابيين. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات، قال تعالى بآخر الآية أولئك في ضلال بعيد، الضلال ضياع، ضل فلان ضاع، أي ضلوا عن الحق وضيعوا الطرق والأسباب التي توصلهم إلى الحق، وبعدوا وابتعدوا عن طريق الخير بعدا شديدا، أولئك في ضلال بعيد، في ضياع وجهل بعيد عن الحق، بعيدا عن كل أسباب الهداية. ثم يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ما أرسلنا من رسول في تاريخ البشرية كلها قبلك يا محمد إلا أننا أرسلناه بلسان قومه، يعني بلغتهم، حتى يفهموا منه ما يريد وما يدعوهم إليه، يكون الدعوة إلى الله واضحة لا لبس فيها، ليست كمثل الذين يبغونها عوجا فيها الكذب والدس. كما روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هل معنى ذلك يضل الله من يشاء رغم أنفه؟ لا، كما قلت لكم قبل قليل يضل الله من اختار طريق الضلال حتى يتحقق الاختبار للإنسان بإرادته الحرة، خلق الله الخير والشر، خلق الكفر والإيمان، خلق الكفار والمؤمنين، خلق الفساق والأتقياء، والإنسان يعيش في هذا الجو، فإن شاء اختار الكفر وإن شاء اختار الإيمان، فإذا اختار الإيمان يوفقه الله للإيمان ويسهله له، وإذا اختار الكفر بإرادة الحرة
لا يرسل الله من يمنعه عن ذلك، إنما يتصرف كما يشاء. فيكون الله قد أضلله، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. العزيز أي القوي الغالب ذو العزة والشدة والقوة. الحكيم الذي لا يغلب، الذي كل شيء يتصرفه من قول أو فعل أو خلق أو إيجاد ففيه حكمة. طيب ما الحكمة التي جاءت في قوله تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء؟ يفهم من ذلك أن الله يريد منك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا من آمنت بمحمد وتدعو بدعوة محمد في هذا القرآن الذي بدأنا بالحديث عنه في هذه الحلقة، ليست مهمتك إجبار الناس على الإيمان. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تقدم لهم الهداية ولا تقدم لهم الكفر، هم يختارون بإرادتهم الحرة كما يشاء الله. إذن أنت يا محمد ليس لك أن تكره الناس، وليس لك أن تحزن وتتألم إذا لم يؤمنوا. أنت مهمتك أن تدعوهم إلى هذا القرآن، إلى كتاب ربهم، وتعلمهم وتوضح لهم الصراط المستقيم بتحريرهم من العبودية لغير الله، وأن يكونوا عبيدا لله الواحد الأحد الفرد الصمد. هذه مهمتك. فإذا لم يؤمنوا لا تحزن عليهم، وإذا لم يؤمنوا لا تكرههم، إنما قمت بمهمتك وبينت لهم الحق، فهذا هو المطلوب منك. ولله حكمة في ذلك، لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يترك لهم الخيار، وتكون إرادتهم حرة في اختيار الخير أو الشر. أما إذا رفعت السلاح على إنسان وقلت له أسلم، فليست له إرادة حرة، وإذا أسلم خوفا من السلاح لا يقبل منه هذا الإسلام. وأنت يا داعي إلى الله، إذا ظننت نفسك بهذا العمل، بعض الأشخاص اللي بسموا حالهم متشددين أو بسموهم متشددين ما يتبعون هدي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا أنت حملت السلاح على واحد بدك تقتله أسلم، ولو قال لك أسلمت ما صار مسلم. المسلم هو الذي يختار الاستسلام للخالق وتحرر من طاعة المخلوق. يذكر أن أحد الجهال مثل هؤلاء اللي عم بظنوا حالهم يثبتوا دين الله بالسلاح، نحن يا إخواني الجيش الحر وغيره استعمل السلاح مو مشان يجبر الناس على الدين، مشان يتحرر من هؤلاء الطواغيت الإرهابيين اللي وراءهم أمريكا وغير أمريكا. ثبت ذلك. نحن لا نقاتل الناس، نحن ندعوهم إلى الله، ولا يتركون لنا الحرية ندعو إلى الله. فالله عزيز فيما يفعل، حكيم فيما يفعل. واحد جاهل أخذ سكين وجاء لواحد يهودي قال له لك يهودي أسلم، قال له شو بدك مني ما بدي أسلم، قال له بدك أسلم، قال له دينكم ما بيجبر واحد يصير مسلم، قال له لك يهودي بدك تعلمني ديني، الله يا بدي أذبحك يا بدك أسلم، هو أقوى منه مسكه، يا بدبحك يا بتأسلم، قال له خلاص بأسلم إيش أقول، قال له ما بعرف، قال له قول، قال له أسلمت، قال له إيه روح، هذا أسلم هاد، هو ذاك العبد عيل الإسلام بفهم الإسلام، هذا جاهل هاد. إما جاهل أو غير مسلم ينفر الناس من الإسلام. فانتبهوا أيها المؤمنون لذلك. الله عزيز وهو العزيز الحكيم، عزيز قوي يفعل ما يشاء. هذا الكافر بمشيئة الله، وهذا المؤمن مشيئة الله. فإذا أنت عدي عليك فمحقق أن تدافع، إذا أنت منعت من حريتك وتسلط عليك أهل الإرهاب اللي بسموا حالهم من إرهاب، فمن حقك أن تدافع عن حريتك بعزة الله وكرامته. والله عزيز وحكيم عندما يضرب الباطل بالحق والحق بالباطل، حتى يظهر الباطل وينهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هؤلاء الظلمة الجبارين الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إذلالهم والتحرر منهم، والحمد لله رب العالمين.
أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.